انا اختارت الزنق نخرج صافي نطيش ما بقاش في ديك الخيريه سرق مناك ونسرق شي حاجه باش نبيعها باش نجيب فلوس ونجيب دلوان ولا نجيب شي سيلي ولا المهم تشمكر يعني كل ما يخص بهذا الشيء ديال المخدرات كنعملو فهمتي كتقول دابا كطيح لك في بال كتقول دابا الا كان عندي الوالدين ديالي كراني دابا كنكون في الدار زعما بهاد الساعه هذيك ما نكونش في الزنقه يعني كتبقى تفكر ديك لا والو عمري في حياتي ما حقدت عليهم ما عندك حتى شي فين هو شكون هي هاي الفكره عندك ومن بعد هاي كدور غير في راسك بصراحه انا مدي من الحوايج اللي كنت كنتمناهم في الصغر ديالي ما كنت كنقول من صافي ربي تبناني شي عائله ما بقاش شي عائله زعما علاش لان تا ناقصني نعيش ديك الحياه ديال العائليه كيفاش كنت كتحس كتشوف الناس يعني بالوالدين ديالهم كيزبلوا فيه بصراحه يعني حوايج كيقلقوا والله في الاول كنت في فاس جات زياره ملكيه اللي جا الملك بيدو هو سلم علينا وحنا ديك الخيريه كنا 500 بينا يعني 200 داخليا و 300 خارجيا شنو ملي كنقول لك 200 داخليا و 300 خارجيا يعني 200 داخليا هي اللي ما عنده لا يما لا بابا فهمتي والخارجيا عنده يما ولا عنده با ولا شي حاجه بحال هكا كيمشيو السبت والحد كيمشيو للديور ديالهم ديك الساعه جا قرار من عند سيدنا الله ينصرو يعني ندو شي 20 من ديك 200 وتعزلنا حنا فيهم فهمتيني وجابونا لطنجة استقبلونا يعني في طنجة يعني الحقيقة قز يعني قوزنا واحد الطفولة مع قوار كانوا هما قوار كانوا شابرين خيرية كانوا شابرين فيها قوار ومغاربة لكن في الأول كانوا عي قوار حنا كانوا كي استفدنا منهم بزاف الحوايج بصراحة خلقوا فينا يعني الحب وفهمت يعني الحنان يعني داكشي اللي ما خلاوناش يزبل يعني ما خلاوناش نحسوا بالنقص فهمتيني يعني اي حاجه بغيتيها كيجيبوها لك والضحك والنشاط وقرايه ب ب ب يعني قراونا وشويه المهم جوزنا واحد 5 سنين بالضبط 5 سنين مزيانه مفشحين صافي دخلوا مغاربه شو يعني ما بقيناش بحال اللي عايشين يعني كتشوف راسك الجاحي مصاب يعني كتشوف الحاجه مثلا كيجيو عندها هي حداك ما كتشوف هاي تينا كتشوفها حداك وما ما كيعطيوها لكش مثلا كيجيو الصداقه محسنين الناس كيجيبوا الفلوس يقول لك فلان هادي شريو بهم الحوايج شي حاجه كذا ما كتعطاش كنشوفوا ديك شي حدا وجانا وما كتعطاش كتمشي مدرسه كتسمع كتبقى تسكر في 18 عام يجريو عليك واش شي نعرف شي مدرسه تقرا ولا عرف شي تقرا يعني كتمشي كتبقى تسكر عيف هاد السن انك السن 18 عام تخرج من الزنقه سينا باقي صغير والحاجه اللي باغيها باغي تستافد منها ولا باش ما كيعطيوها لك شي يعني كتشوف راسك فهمتي في الاخر يعني صح انا اختاريت الزنق نخرج صافي نطيش ما بقاش في ديك الخيريه ديك الساعه كانت في عمري 12 عام خرج من الزنقه بما كنقول لك الزنقه يعني بعاته من ديك الحي يعني مشي محطه ستوب لي مكادا الزنقه تشمكير شي حاجه اسمها يعني الزنقه سينا كتعرف شنو كانت يعني اي حاجه تنتظرها مني نعملها فهمت مثلا حاجه اصعب سرقه كريساج ما كريساج لا ما وصلتش كريساج لان ما كانش عندي ديك ما كنت كنخاف يعني نقدر نقول لك كنت كنسرق سرق مناك ونسرق شي حاجه باش نبيعها باش نجيب فلوس ونجيب دلوان ولا نجيب شي سيلي ولا المهم تشمكر يعني كل ما يخص بهذا الشيء ديال المخدرات كنعملو فهمتي باش تعيش الحياه ديالك يعني كي هذيك هي الحكا نقول صافي كان صافي نهار ديالي كتشوف راسك يعني مدخن مع راسك صافي ولكن من بعد كي تشوف راسك كيبقى يدخل عليك الوقت انا باقي صغير ومكرفس هيدا وكيشوف فيك حتى شي واحد كتشوف الناس عايشين في وسط الدار ديالهم وانا في الشتاء وبردو كتقول دابا كطيح لك في بال كتقول دابا الا كان عندي الوالدين ديالي كراني دابا كنكون في الدار زعما بهاد الساعه هذيك ما نكونش في الزنقه يعني كتبقى تفكر ديك حقدت على الوالدين لا والو عمري في حياتي ما حقدت عليهم كنقول يا ربي هما يكونوا راضيين عليا علاش
رغم ذلك انهم كيقولوا هما كيقولوا يا ربي هو يرضى عليا، ولكن انا كنقول يا ربي هما يكونوا راضيين عليا، باش ما كنعرفهمش شي، وكنقول يعني هذا قدر الله صافي، ما عنديش. انا بصراحة فكرت، ماشي ما فكرتش، ولكن بعض الاحيان كتقول يعني صافي انا عايش هكذا، ما خصنيش يعني صافي، انا مسامح لهم في الدنيا وفي الاخره، يعني سواء شفت هي من الاحسن زعما ما كانتش نشوفهم ولا شي حاجه، ولكن في بعض الساعات كتقول يعني انا عايش الحمد لله، يعني صافي. ما لا، عمري في حياتي ما تشبرت، عمري في حياتي ما تا مخزن بصراحه. شوف المخزن كي كتقول له الخيريه، ما كي صافي كيرطاب له قلبه، وخا تكون عامل الدراي. علاش؟ حيت اغلبيه فيهم نقدر نقول لك والله اعلم، يعني كيكونوا تا هما في حال، فهم يعني، حاس صافي بهذا المعنى. يعني بصراحه مسائل اداريه ولا اي حاجه، يعني باغي نعملها مثلا ولا شي حاجه، كيتساعدوا معانا. وانا بالنسبه لي اللي الزنقه راه مدرسه، يعني تقدر يعني مدرسة بأكمالها، يعني أحسن منها في الزنقة فيها الناس. محطة كتمشي محطة، ولا شنو يسمون مرسى. أنا كنقول لك كنسرق، ولا نمشي لشي بلاصة ناكل ولا شي حاجة، اش أحسن؟ شو أنا نقول لك هادشي هذا ما طولتش فيه، يعني فهمتي؟ نقول لك واحد 5 سنين هيدا من موراها جاو الناس وقفوا معنا. بصراحه انا مدي من الحوايج اللي كنت كنتمناهم في الصغر ديالي، ما كنت كنقول من صافي ربي تبناني شي عائله، ما بقاش شي عائله زعما. علاش؟ لان تا ناقصني نعيش ديك الحياه ديال العائليه. بصراحه انا تما في ديك الخيريه كان واحد السيد، انا ما عنذكرش الاسم ديالو، واحد السيد الله يذكره بخير، هو قوري وقف معايا زعما، عاوني وخدمني تما في وسط الخيريه، وعاوني يعني فتح لي مجال انني فهمت وقطعت بليا، وهو اللي عاوني عدو تشامك لا الحوايج شي حاجه كيخرجني معاه، يعني جالس واحد الحاله ديال الاكتئاب، يعني ديك بليا وديك الشيء يعني كتجيب فهمتي كتعصب كذا. المهم جوز معايا واحد الفتره، يعني بحال اللي وقف معايا في واحد الفتره اللي كنت كنتسنى شي واحد فهمتي. وصافي من بعد عملت التكوين ديال بانتور الصباغ، من بعد الدبلوم اللي عملت انا ديك الساعه، خرجت الميدان ديال بيع وشراء ولا شي حاجه بحال هذا. المهم مشيت قلت انا نجرب ريستورو، خدم فريش في شي ريستورو، حيت خدمت تما في كوزينه، تما خدمني معاه في كوزينه، خص القشوع طيب له هذيك تا تا تا. قلت انا نخرج مشيت لوبينا بلانكا، اللي كتسمع لوبينا بلانكا عبد الصمد، مشيت تما واستقبلني، حيت كان معنا واحد العيل تا هو معنا كان خدام معاه، واستقبلني وخدمت، بديت معاه بلونجور وكتا طن 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 طن، طحنت مزيان، خدمت كاميرا وعجبني الحال، بديت كنتعوض شويه حتى انا عاود خرجت نكري، وبقات هيدا جوزت واحد 3 سنين هيدا بالضبط، واحد 3 سنين هيدا صافي. عاود بديت كان يعني كنوض ونوقف، كنمشي في واحد الريتم في الاخر عاود كنطيح. يعني هنايا حنا في الدنيا يعني ضروري الانسان كيطلع وشو شي يهود، بنادم ما كيحس بك شي ياسين وديك ولد خيريه هكذا. انا كنعترف راسي بانني ولد خيريه وفي كاين مشكل، ولكن كي مع الناس كيشوفوا فيك وهذيك هي اللي ما غير هيدا زعما بينهم الضحك هذا، يعني تضحك ماشي مشكل، ولكن باش تقولها وانت ناوي انك تزعم هذاك زعما ما كتبش عليك نخرج معاه في ماو، حيت اي واحد هذيك الكرامه ديالي فهمتيني. رغم ذلك ان الناس ديال الحي كانوا كيتمناو يعيشوا في ديك الخيريه، ديك الشيء اللي كانوا عايشين فيهم تما كانوا كيتمناو بما وبوك، يقول مصاب علاش يعني كنا عايشين واحد الحياه واعره، كتشوف راسك كتخدم وتطيح وتنوض وتطيح وتنوض، ولكن المجتمع ديالنا ما كيرحمش. يعني حتى حنايا انا بالنسبه لي انا راه باغي نعيش، باغي تينا نتزوج ونعمل عائله، وانا باغي دار، يعني نكون عايش هنا في حالي في حال الناس. حتى انا كنتمنى بزاف الحوايج هنا يكونوا عندي دورو. شوفوا مشيو للدور بالليل وتشوفوا المشاكل اللي واقعه في الزنقه،
اطفال صغارين كتجبر العيله صغيره كتشم كرك كتجبر. انا بيدي انا في ديك اللحظه الله العظيم اللي كنكون دايز الزنقه بعد مرات ولا كنشوف شي واحد بحال هذا كنقول يا ربي رزقني نعاون نعمل شي خيريه ديال هاد الدراري هادو. علاش؟ لان انا حاس بهم باش كيحسوا. علاش؟ راه قوس من ديك الشيء هذا. بصراحه كاين بعض الوالدين زعما لا حول ولا قوه الا بالله، ما نكذبش عليك، يعني ما مقيد شي اسيدي، ما نزنيش ولا ما نعملش ما نفعلش باش ندم على واحد الحاجه. هي وقع غلط ولكن صلاح الغلط في نفس الوقت، ما تخليش الغلط يكبر في الاخر المطاف تسيبو في الشارع. كنت كتحس بان انك يتيم؟ ها؟ في المناسبات صعيبة. أيد يعني أنا بصراحة كنصبح ناعس لأن كتشوف الناس يعني معيدين وانت عايد في الخيرية ولا في اخا كيما كان الحال، يعني ما تعيطش كيما كتصور، فهمت يعني؟ اولا في رمضان الناس جالسة في الطابلة والعائلات والجو عائلي، كيما كي ما كيسمعوش الهضرة الوالدين ديالهم. وانا بصراحة دي الحاجة اللي كتجرحني والله. كتشوف واحد الانسان كيتمنى يشوف الوالدين ديالو وهو بالوالدين ديالو وما ما كي كيسفع فيه ما كيعرفش بالقمة ديالو. كتشوف الناس يعني بالوالدين ديالو كيزبلوا فيه بصراحة، يعني حوايج كيقلقوا والله. انا عاشر دراري بزاف دراري يعني في الحي ديالنا كيزبلوا في الوالدين ديالهم، لدرجة أن ما قدرتش نصبر ومشيت عندهم والله وبكيتهم، ماشي بكيتهم بصح، وهو معدل ولا مشمكر وكنهضر معاه. يعني هذيك الحوايج كي بصراحة كيألمون. يا خلاص كنقول له صاحبي بيمك وبك وكسفا فيه وزينا، كنقول له شوفني هي أنا كنتمناهم يكونوا فينا هما، واخا نشوفوا معي ولو دقيقة في الحياة ديالي. لكن للاسف كنوجه الهضره ديال بصراحه الهضره هذه انا وجهها للناس اللي عايشين في حالي، يعني ما يقنطوش من رحمه الله والله ربي كبير، يعني ما يتعاطوش المخدرات، ما يقولش في بال ديالو ان المخدرات هما اللي عين السواه او لا. ولكن يعني انا نصيحه والله زعما الناس اللي عايشين في حالي، انا نقول لك شكون اللي يخليهم يزيدوا يكتئبوا ويزيدوا يعملوا درايم ولا ما كاينش، ما كيجبروش اللي يعاونوهم. يعني الصراحه احنا ما اخترناش، انا ولا خوتي ولا اي واحد في حالي، انا احنا ما اخترناش نعيشوا هذا الشيء، هذا قدر الله. ولكن الانسان يعني ما يكونش حقار ولا ما يكونش قليل العفه ولا ما يكونش حس بزاف الناس قلال العفه. اوكي يعني ما يبغي لك شي تا الخير وانت ما عندك والو، بنادم ما يبغي لك شي الخير سام ضرور من عند الله، بنادم يبغي لك شي الخير يشوف كيعمل شي حاجه بسيطه وعلاش وكيفاش عمل وكيفاش كذا كيفاش كذا. الحمد لله كما قلت مصوفي راسي شويش، لكن كاينين دراري اخرين كيعانيو من الخيريه، كيجروا علوم الخيريه وكيباتوا في الزنقه. يعني خص بصراحه الدوله خصها تشوف هذا الحل هذا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.